يعني حسين ضاع مننا يا ابني. بقول لك قفلوا علينا اللجنه وطلعوا يجروا ورا، عايزنا نعمل ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلص يا خالد، هنفكر في الموضوع ده وهنشوف هنعمل ايه. اهدى شويه. طيب المهم، انا بصيت كده سريعا في كل المباني اللي باسم محمود علوان، والمبنى ده مش موجود فيهم تماما. المبنى قديم قوي، ممكن يكون شكله اتغير. يا جماعه، المبنى الاربع ادوار اللي في الكتاب ده هو مبنى شركه محمود علوان اللي في المنصوريه، اول فرع للشركه. زمان كان مبنى صغير، بس واضح انه بعد كده بنى فوقيه كام دور، لانه دلوقتي بقى 8 ادوار مش 4 بس. بصوا كده يا ابن اللعيبه، ده هو. طب سيب لنا الطلعه دي، انا هروح للمبنى ده واطقص لك الحوار. ماشي. طب جميله، رسام النظام بقى. رسام انا كلمته وهي يقعد معانا النهارده. طب هتروحوا لسعد؟ سعد ومنى الاثنين اللي بنعرف نتكلم معاهم. على فكره سعد ممكن ما يفتكرش. ايوه، ده راجل قابلوه لمده 10 دقايق، قال لهم كلمتين ومشي. اي 10 دقايق؟ بس مش قلبين حياتهم لحد النهارده. حقيقه مستحيل ينسوا شكله. طب يا جماعه جود لك بقى، عشان رجلي، انا كان نفسي اكون معاكم. باي. المصريين كلهم مقتنعين بفكره التوزيع العادل للرزق، علشان كده تلاقينا دايما نقول جمل زي ايه مثلا، مفيش حد بياخد كل حاجه، الفلوس الكتير بتضيع راحه البال، الصحه زادت بيزيد معاها الشقه، كلام كتير زي ده. هو بيقول لهم الكلام اللي هم يحبوا يسمعوه، لان ده شيطان وبيوسوس. بالظبط. المشكله ان في ناس كتير قوي مصدقه الكلام ده. انت ممكن تقنع الناس باي فكره انت عايزها، بس تكون على هواهم يحبوها. انا بحاول ادور على عيب. التلف محتاج حدث معين يخليه يحصل. واحد زي محمود علوان راجل طول عمره معاه فلوس، اشمعنى دلوقتي بس فلوسه هي التلف؟ انت يا هشام بتتكلم عن التلف وكانه شيء موجود، وكانك انت شخصيا مقتنع بيه. انا بس بحاول اتكلم زي لغه الكاتب، افكر زيه عشان اثبت انه كذاب. مش مهم لغه الكاتب، المهم الناس اللي مقتنعه بكلامه. انت فاكر لما كنا بندرس الفيروسات؟ الفيروس وهو خارج جسم الانسان بيبقى عباره عن ماده ميته ما فيهاش اي حياه، كريستالات مجهريه ما تقدرش تشوفها. لما الفيروس بيدخل جسم الانسان وبيختلط بالخلايا الحيه، بيخترق الخليه ويغير شفرتها، بيخليها تتحول الى ملايين الفيروسات، وبكده بيحتل الجسم. زي الافكار، لما بتقتنع بفكرة وبتؤمن بيها بتفضل جواك، تقدرش تتخلص منها، بعد شوية بترجع لك تاني نسخة جديدة أو فكرة مشابهة. يعني حضرتك عاوز تقول إن أي حد مصدق في نظرية التلف يبقى هو نفسه مصاب بالتلف؟ هو بالظبط كده. ليه بقى؟ لأنه مش هيقدر يفكر تفكير سليم. الناس كلها ممكن تخلي حياتها أحسن، اللي عنده مشكلة مع مراته يقعد مع مراته ويناقشها ويحلها، اللي متقوقع على نفسه ممكن يخرج للحياة. السعي جزء من الرزق، بس الناس بتستسهل. الكيونت، حزام التخسيس، 0900، استسهال. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.